السلام عليكم. انا في تالت محاضره في الكورس بتاعنا بتاع كمبيوتر سكيلز. هنتكلم النهارده اول حاجه عن الكمبيوتر بلوك دايجرام. طبعا في الكمبيوتر اول حاجه بنعملها ان احنا نبتدي نريد الانبوت اللي عندنا، نبتدي نريد الانبوت اللي عندنا عن طريق الانبوت ديفايس زي ما هنشوف كمان شويه، والبيانات اللي هناخدها دي نبتدي نخزنها فنعملها سيفنج على الميموري. برضو هنشوف الميموري انواعها ايه. وبعد ما عملنا لها ستور للداتا اللي عندنا نبتدي ننفذ عليها شويه بروسيس، والبروسيس دي يا اما ارثماتيك يا اما لوجيك عن طريق حاجه اسمها الارثماتيك لوجيك يونت. ونبتدي بعد ما خلصنا الاوبريشن اللي عندنا عن طريق ال ال يو نبتدي يظهر الاوتبوت عن طريق اوتبوت يونت او اوتبوت ديفايس زي ما نشوف برضو كمان شويه. ولازم يحصل كنترول للورك فلو ده كله عن طريق كنترول يونت، وبيكون في عندي الميموري يونت. طيب اول حاجه الانبوت يونت بيكون ديفايس. الديفايس دوت زي مثلا الكيبورد، زي الماوس، زي المايك. بيبتدي يساب الانبوت من اليوزر ويبتدي يحولها لصوره بيانات الكمبيوتر يقدر ان هو يفهم. طب تاني حاجة السي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونت، ده هو بيعتبر ان هو العقل للكمبيوتر وبينفذ كل العمليات الحسابية واللوجيكال وبيخزن البيانات وبيحتفظ بالانترميديت ريزلت، يعني لما يكون في عملية حسابية ولسه هنكمل عليها عملية حسابية تانية بنسميها انترميديت ريزلتس، ودي برضو بتتسجل جوه السي بي يو والانستراكشن بروجرام اللي عندنا. السي بي يو عامة بيبقى ليها ثلاثة كومبوننت: ارثماتيك لوجيك يونت والميموري يونت والكنترول يونت والاوت يونت وده برضو بيتكون من ديفايسز زي السكرين وزي البرينتر وزي السبيكر مثلا، ويبتدي الكمبيوتر يترانسليت الانفورميشن اللي عنده في صوره يفهمها الاوتبوت ديفايس اللي هيبتدي يظهر عليه الاوتبوت. طيب هنبتدي اول حاجه بالسي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونت، وزي ما احنا قلنا ان هو يعتبر المين بارت او هو البريم بتاع الكمبيوتر. السي بي يو بيبتدي ينفذ الداتا بروسيسنج اوبريشن ويبتدي يخزن البيانات والانترميديت ريزلت والانستراكشن اللي هي الاوامر والبرامج، ويبتدي كنترول على كل الاجزاء اللي جوه الكمبيوتر. فمينلي السي بي يو جواها ثلاثه كومبوننت اللي هي الميموري او الستورج يونت، الميموري يونت او الستورج يونت، والكنترول يونت، والارثماتيك لوجيك يونت. الميموري يونت او الستورج يونت فيها نوعين. احنا اتفقنا ان الميموري اللي عندنا هنخزن فيها الانستراكشن الاوامر والداتا والانترميديت ريزلتس. فنلاقي ان الميموري اللي عندنا فيها نوعين، فيها برايمري ميموري وفيها سكندري ميموري. بس نخلينا الاول في البرايمري ميموري. برايمري ميموري في بعض الكتب بتكتبها مين ميموري، وبعض الكتب بتكتبها برايمري ميموري، وبعض الكتب بتكتبها رام، راندوم اكسس ميموري. طب ليه ما جبناش سيره الروم؟ هنعرف دلوقتي. وطبعا السايز بتاع الرام بيبتدي ياثر في السبيد والباور والكابابيلتي بتاعت الديفايس اللي عندي. ففي نوعين من الميموري، في برايمري ميموري وفي سكندري ميموري. والسكندري ميموري زي الهارد ديسك درايف، اي حاجه ممكن استغنى عنها والكمبيوتر هيشتغل فبسميها سكندري ميموري، زي الهارد ديسك درايف، زي السي دي، زي الدي في دي، زي الفلوبي ديسك، زي اليو اس بي فلاش، زي الميموري كارد. اي حاجه ممكن استغنى عنها والكمبيوتر هيشتغل يبقى في الحاله دي بسميها سكندري ستورج. طب البرايمري ميموري اللي هي ايه؟ او برايمري ستورج اللي هي ايه؟ اللي هي الرام والروم. بس دي هي الرام والروم، بس الروم بتبقى قيمه ثابته مره واحده فما بتذكرش كتير في البرايمري ميموري. طيب اتفقنا ان الميموري بتخزن كل الداتا والانستراكشن الاوامر. ايه الفرق بين الداتا والانستراكشن؟ انستراكشن يعني امر اتنقل من السطر الفلاني للسطر الفلاني، اتنقل اطباع للكتابه في الصفحه دي واتنين للصفحه اللي بعدها، يبقى ده انستراكشن. لكن الداتا القيمه اللي بتطبع ذات نفسها، والانترميديت ريزلتس زي ما احنا قلناها، والفاينل ريزلتس لاي بروسيسنج عندنا بتتم سواء كانت لوجيكال او ارثماتيك فبرضه بتتسجل جوه الميموري. الكنترول يونت
هو ما بينفذش او ما بيشيلش اي اوبريشن، لكن هو بيتحكم في كل الاوبريشن اللي بتتم جوه الكمبيوتر. هو مسؤول عن ان هو يتحكم في نقل البيانات والاوامر ما بين اجزاء الكمبيوتر المختلفه وما بين الديفايسز اللي جوه الكمبيوتر، وبرضو بيتحكم في كل الوحدات بتاعه الكمبيوتر زي ما قلنا، وبياخد الانستراكشن من الميموري ويترجمها لصيغه الكمبيوتر يفهمها اللي احنا بنسميها الماشين لانجوج. الماشين لانجوج اللي هي 0 و1، وبيتعامل برضو مع الانبوت اوتبوت ديفايسز عشان هو يبعت لها البيانات في الصوره اللي هي تفهمها ويستقبل منها البيانات ويترجمها لصيغه الكمبيوتر يفهمها او للماشين لانجوج. طيب اتفقنا السي بي يو فيها ثلاث حاجات، فيها الميموري يونت وفيها الكنترول يونت وفيها الارثماتيك لوجيك يونت. الارثماتيك لوجيك يونت من اسمها بينفذ عمليات حسابيه وعمليات منطقيه، يبقى هينفذ ارثماتيك سيكشن ولوجيك سيكشن. ارثماتيك سيكشن بيبرفورم كل العمليات الحسابيه زي الجمع الضرب الطرح القسمه وكل الكومبلكس اوبريشن برضو بينفذها. اللوجيكال سيكشن باختصار زي الكومبيرنج والسيلكشن والسيلكتنج والماتشنج والميرجنج للداتا. الفاندامنتال انبوت ديفايسز زي ايه؟ زي كيبورد، زي ماوس، زي السكانر، زي الام اي سي ار، زي الويب كام، زي الميكروفون، دي كلها تعتبر انبوت ديفايسز. الكيبورد باختصار لو جينا نفكها كهاردوير فتلاقي ان الكيبورد الكابل اللي طالع منها دوت بيبقى واصل في نهاية ببورت يو اس بي، وبورت اليو اس بي دوت بيبقى عليه 4 بين، 1 2 3 4، فواحد منهم بيبقى في سي سي وواحد جراوند وواحد بيبقى ترانسميتر وواحد ريسيفر. باختصار شديد لو فكيت الكيبورد ديت هتلاقي هنا في بورد خضراء، او في هي البورد موجوده هنا وبيبقى كذا لاير، 2 او 3 لاير في بقيه الكيبورد كلها والزراير فوقيها بالسبرينج. كل زرار بيبقى فيه سبرينج كده، وهنا الزرار بحيث ان انت لما تيجي تدوس الزرار بيرجع مكانه تاني، يعني هو تيل ريليز لحد اما تشيل صباعك من على الزرار يبتدي الزرار يرجع مكانه تاني، فدي حته ميكانيكال شويه. فيبتدي الاربعه بين اللي عندك دول بيبقى فيهم بين في سي سي وبين جراوند وبين ترانسميتر وبين ريسيفر. طبيعي طبيعي ان الكيبورد هتبعت على طول، مش هتستقبل انبوت، فتلاقي الشركات اللي بتصنع يروح موفر تمن الكابل بتاع الريسيفر فيوصل لك 3 كابلات بس، فيبقى فعليا اللي بيوصل 3 كابلات بس. فترانسميتر هي الكيبورد بتبعت، في الحالة دي الكيبورد هي اللي بتبعت القيم من عندها. بس هنا كان في سؤال مهم، البشر حوالين الكرة الأرضية بنتكلم في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في حدود 8 مليار نسمة حوالين الكرة الأرضية، بيتكلموا كام لغة؟ لو خدنا مثال دولة زي الهند، الهند بيتكلموا 180 لغة، ف 180 لغة ده بيستدعي ان يبقى لازم في لغة حوار مشترك ما بين الناس اللي بتتكلم لغات مختلفة دي. فظهر حاجة اسمها الاسكي كود، ظهر حاجة اسمها الاسكي كود. اسكي كود اللي هي الامريكان ستاندر كود فور انفورميشن انترتشينجينج، قالوا اي لغة في العالم احنا هنعمل لها حاجة اسمها اسكي. خلاص عرفنا كلمة اسكي يعني ايه، اسكي شارت، جدول، زي كان نجيب الطفل البيبي وندخله النيرسري الحضانة ونقول له اتعلم الرسمة دي ليتر A والرسمة دي ليتر B والرسمة دي ليتر C. كذلك الكمبيوتر بنعلمه ان كل كاركتر من دول ده بنسميه كاركتر، بقى الكمبيوتر بنسميه كاركتر ليه كود، الكود دوت بيبقى 7 ديجيت 7 بيتس، و7 بيتس بيبقى في النهاية في حاجة اسمها باريتي بيت بس مش هندخل فيها، فبيتكتب كله في 8 بيتس اللي احنا بنسميها بايت، فيبقى كل حرف من دول بيتكتب في ايه؟ في 1 بايت، ده بيتكتب في بايت وده بيتكتب في بايت وده بيتكتب في بايت. بس اللغات العالمية كلها لما نيجي نختار اللغة احنا بنختار الاسكي شارت اللي احنا هنشتغل عليه، هنتكلم عربي يبقى هنختار الاسكي شارت بتاع العربي، هنختار انجليزي هنختار الاسكي شارت بتاع الانجليزي، هنختار جيرمان هنختار الاسكي شارت بتاع الجيرمان او الدوتش لانجوج. تمام. طيب فهنلاقي جوه الكيبورد في مثلا 104 كي او 104 زرار،
بيحتووا على الالفا نيوميريك كي، على الزراير بتاعت الحروف الالفا بيت، ونيوميريك الارقام من 0 ل 9، والسبيشال كاركتر. السبيشال كاركتر اي حاجه بقى، زي الان، زي البنكتويشن كي، زي الكولون، زي السيمي كولون، زي الكويشن مارك، زي السنجل ودبل كوتيشن، اي حاجه تانية، والارو والكنترول والهوم والاند والانسيرت والبيج اب والبيج داون والديليت والكلام ده كله، والباك سبيس والانتر والشيفت والكنترول والالت، الكلام ده كله بنسميها سبيشال فانكشن، سبيشال فانكشن. طيب، فبالتالي ده كان الكيبورد. فالكيبورد يعتبر من ضمن الانواع بتاعه الانبوت ديفايسز. كذلك الماوس، الماوس برضو بيبقى واصل، الكابل ده بيبقى واصل يو اس بي، نفس الكونفيجريشن اللي احنا قلنا عليه، نفس الكونفيجريشن اللي احنا قلنا عليه 1 2 3 4، واحد للفي سي واحد للفي سي، يعني اللي احنا بنسميها الفولت اللي احنا كنا الكهرباء العاديه، بيبقى الفيشه ليها 2 بين مثلا او ليها 3 بين، اللي هي لايف وجراوند ونيوترال. فانت مثلا بتشتغل 220 فولت وارضي، هنا كذلك بيشتغل في سي سي وجراوند. في سي اللي هي بتبقى، نفترض ان هي بتبقى 5 فولت، مش بتبقى 5 فولت، هي بتبقى مثلا ماينس 100 ماينس 23 فولت، بس دي قصه ثانيه مش هندخلكم فيها. بس بيبقى ايه، فولت وارضي، وبعد كده ترانسميتر وريسيفر. طيب الماوس بيبقى فيه كام بوتون؟ بيبقى فيه بيبقى فيه مينلي تو بوتون، اللي هي ليفت ورايت كليك. ليفت كليك بيبقى موستلي فريكوينتلي ناس بتستخدمه اكتر عن الرايت كليك، وبيبقى فيه سكرول كده في النص، فيه بكره في النص. البكره اللي في النص دي، الناس اللي هتدخل ميكانيكا بيدرسوا حاجه اسمها الباينري انكودر. لو حد فك ماوس او كسر ماوس، فيلاقي ان هي من جوه بتبقى شكلها بالشكل دوت، حاجه شبه الباي كده بس متقسمه، وبيكون في ترانسميتر وفي ريسيفر اي ار، اي ار انفراريد ريسيفر وترانسميتر. فيبتدي والبكره دي في النص بتلف على اكس في النص هنا، او على بيز ليها في النص، انت بتحركها بايديك فبتبتدي تلف. فيبتدي من هنا انت كام مره بتقطع الباترن، كام مره الباترن بتاع الاي ار دوت الريسيفر، بقى هنا الريسيفر وهنا الترانسميتر. فانت الريسيفر بيقرا انت كام مره الاشاره بتجيله، فيبتدي يعرف انت بتتحرك اب ولا داون. تمام، طبعا هي ما بتبقاش بالصوره دي، هي بيبقى كذا ليفل، بيبقى في ليفل تاني جوه هنا، والليفل التاني اللي جوه ده بيبقى ليه تقسيمه تانيه. فتبتدي تحدد انت الانكودر اللي عندك، او الـ انت اتحركت فوق ولا تحت. طبعا كذلك بيبقى في زراير في الماوس بيبقى اسمها دي بي اي دوت بير انش، ودي مع الناس اللي بتشتغل بالكاد بالذات، لما يحب ان هو يعمل زوم ان او زوم اوت، فيبتدي يبقى في زرار كده بجنب الماوس هنا بيبقى اسمه دي بي اي، وتبتدي تغير بيه الريزوليوشن او الدقه، او بيبقى بعد الـ بعد الـ او بيبقى موجود في الغالب بعد بعد الـ 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 السكرول او بعد البقره لفوق شويه. برضه ده من ضمن الوسائل بتاعه الانبوت للكمبيوتر. وطبعا الماوس ما بيخزنش اي بيانات، لكن هو جاست ان هو بيكنترول احنا هنحرك الماوس فين او البوينتر فين. طبعا ما ننساش في الحته دي ان اي سكرين ليها اربع جوانب. طب الماوس بيروح فين؟ لما تيجي تبص هتلاقي ان انت، لو افترضت ان انت عندك الرسم البياني وقسمت هنا 0 ديجري وهنا 90 ديجري وهنا 180 ديجري وهنا 270 ديجري، انت شغال في انهي ربع من الاربعه؟ لما تيجي تفتح شاشه الكمبيوتر او شاشه التلفزيون او اي شاشه انت بتشوفها، بتشتغل في انهي ربع من الاربع ارباع دول؟ انت فعليا بتشتغل في الربع الرابع. ليه؟ لان لو جيت تبص على الماوس هتلاقي ان الماوس عندك لما بتيجي تحركه تلاقي ان هو بيقف هنا، يعني الكيرسر بتاعك يقف هنا، لكن لو نزلته تحت هنا تلاقيه يختفي، لو جبته هنا تلاقيه برضو يختفي، لو جبته هنا تلاقيه برضو يختفي. ليه؟ يبقى انت هنا شغال عند نقطة الزيرو زيرو، نقطة الأورجن على طول، نقطة الصفر اللي انت بتبتدي من عندها في الرسم على شاشة الكمبيوتر أو بتشتغل بيها على شاشة الكمبيوتر، بتبتدي من عند الكورنر الشمال لفوق، ليفت أب، الكورنر الشمال لفوق ده بيكون نقطة الصفر بتاعتك اللي انت، فانت فعليا انت شغال في الربع الرابع. انت هنا الربع الأول التاني
التالت الرابع، انت بتبقى فعليا شغال في الربع الرابع جوه شاشة الكمبيوتر وانت بترسم عليه. طيب، وحتى بقى احنا بنرسم ازاي والكلام ده كله، دي قصة تانية، ده ليها كورسات كاملة بتتشرح فيها الموضوع ده. بعد كده ليها الاسكانر. الاسكانر ده شكل الاسكانر اللي احنا عارفينه عادي، وده فكرته باختصار شديد ان هو بيقرا التكست اللي موجود على ورقه ما، بحيث ان الكلام دوت يبتدي يتنقل لك، بدل ما انت تقعد تكتبه بخط ايديك تاني وياخد منك وقت طويل، لا انت بتنقله في وقت قليل. في نوعين من الاسكانر، اول نوع اسمه اوبتيكال سكانر، وتاني نوع اسمه ام اي سي ار سكانر. اول حاجه اللي هي الاوبتيكال سكانر فيها ثلاث انواع. اول نوع منهم اللي هي الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، ودي ايه؟ دي زي ما اتفقنا ان لما ندخل الطفل الحضانه فبنحفظه رسمه الاي او رسمه البي او رسمه السي او رسمه اي حرف. فانزل يا ابني برسمه الاي يرسم الليتر بتاع ايه، انزل بليتر بي ينزل بالليتر بتاع البي وهكذا. كذلك الماشين السكانر دلوقتي بقى فيها حاجه اسمها او سي ار اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، هو بيتعرف على الكاركتر كلها اللي فيها كلام مكتوب، اللي فيها كلام مكتوب من A كابيتال لحد Z كابيتال، او من A سمول لحد Z سمول، A ابر كيس او A لور كيس لحد Z ابر كيس او Z لور كيس. فيبتدي ياخد الصوره ويبتدي اكستراكت منها الكلام اللي جواها، ودي موجوده في ابلكيشن كتيره زي برنامج مشهور جدا على الموبايلات اسمه كام سكانر سي اس. سي اس بتلاقي جواه كده مكتوب او سي ار وموجود علامه سيرش، يعني علامه عدسه مكبره، و موجود ال او سي ار تلاقيها ان هي بالشكل دوت كده، وان انت بتسيرش ويكتب لك في نص او سي ار، يعني اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، هو ممكن ان هو ياخد صوره واكستراكت منها الكلام. موجوده برضو في الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس نازل في بروجرام اسمه وان نوت. وان نوت لو نزلته مع الوورد والباوربوينت والاكسل، فبتلاقي ان الوان نوت دوت لو جبت صوره وحطيتها جواه بتلاقي رايت كليك بيقول لك اكستراكت وورد او اكستراكت تكست فروم كليب بورد، ان هو بيستنتج او بيستخلص الكلام من نص الصوره اللي انت حملتها. كذلك تاني نوع من انواع الاسكانر حاجه اسمها اوبتيكال مارك ريكوجنيشن، ودي اللي بيستخدموها في التصحيح الالكتروني اللي المعهد هيطبقها لكم ان شاء الله السنه دي. دي في التصحيح الالكتروني ان انت بتبتدي تعلم صح او غلط على مثلا عندك اختيارات A B C D، فتعلم مثلا هنا، فدي اللي هي اوبتيكال مارك ريكوجنيشن، فيبتدي يشوف انت علمت على دي، فطبعا طبقا لاكواد وبرامج تانية بتبقى معموله يبتدي يشوف انت دي هتاخد عليها درجه، لا مش هتاخد عليها درجه، طب انت علمت على اجابتين يبقى راحت منك درجه السؤال وهكذا. تمام، يبقى دي اوبتيكال مارك ريكوجنيشن. يليها حاجه اسمها اوبتيكال باركود ريكوجنيشن. والباركود يعني ايه؟ الباركود كان في الاساس ان هم كانوا عايزين يفرقوا ما بين المنتجات، لان كان في منتجات كتير جدا، فلقوا ان الحاجه اللي تفرق ما بين المنتجات حاجه اسمها الباركود، او اللي كان في الاساس مبنيه على الفيرتيكال زيبرا ستريبت مارك اللي هو الحمار الوحشي. فلقوا ان الرسم التخطيطي اللي على جسم اي حمار وحشي زي بصمه الايد كده، زي الصنب بتاعت الايد، ما بيبقاش ما بيبقاش متكرره في اي زبرة تاني، يعني كل زبرة ليه ستريب غير التاني زي بصمة زي الفينجر برينت كده. فخدوا الفكرة دي ونفذوها على كل برودكت، فتروح أي مكان تشتري أي حاجة تلاقي عليها الباركود، تلاقي عليها الباركود. طب هنقرا ازاي؟ ازاي هنعمل ديستنجويش؟ ازاي هنفرق ما بين المنتجات دي باستخدام الباركود؟ عن طريق الاسكانر اللي احنا بنسميه الاوبتيكال باركود ريكوجنيشن، اللي موجود في كل المحلات وفي كل السوبر ماركت، وموجود على الكتب وموجود في كل البرودكت اللي عندنا. طيب، فدول التلات انواع بتوع الاوبتيكال سكانر. يليهم تاني نوع اللي هو الام اي سي ار اللي هي ماجنتيك انك كاركتر ريكوجنيشن، ودي بيستعملوها فين؟ في البنوك. يعني مثلا واحد راح بنك قال له انا معايا شيك بمليون جنيه من الحساب الفلاني، فطبيعي ان هم لازم يعملوا تشيك مبدئي، غير ان هم بيتكلموا صاحب الحساب مثلا انت كتبت شيك كذا فهنصرف الشيك دوت، فبيبقى اسم ماجنتيك انك كاركتر ريكوجنيشن، وده بيستخدم في البنوك بشكل اساسي عشان هما يعملوا تشيك على او يعملوا بروسيسنج على الشيك اللي بيبقى موجود عندهم او الشيكات اللي موجوده عندهم.
وده طبعا بيعتمد ان الناس اللي بيبقى عندها حسابات في البنوك وبيدوهم دفتر الشيكات، بيدوهم معاه قلم يمضوا بيه الشيكات. القلم دوت بيبقى شغال بحاجة اسمها سبيشال انك، بيبقى شغال بحبر معين. الحبر دوت بيبقى فيه ايرون اوكسايد، فيه اكسيد الحديد. فاكسيد الحديد دوت بيبتدي يديتكت بقى عن طريق ماجنتيك انك، اللي هو لو عرضت مغناطيس للحبر دوت يبتدي يشوف هو فعلا ال الشيك دوت ممضي عليه بنفس القلم اللي البنك مسلمه للشخص دوت، ولا ممضي عليه بقلم عادي. وطبعا السكانر اللي بيبقى ماجنتيك انك كاركتر ريكوجنيشن ده بيتسكان لحد 2600 شيك في الدقيقة الواحدة. طيب في الاول بقى ديفايس، نيجي على اول حاجة على التيرمينال او المونيتور اللي هي شاشة الكمبيوتر. وشاشة الكمبيوتر دي زي التي في سكرين كده، وكانت بتبتدي من زمان من اول المونوكروماتيك اللي هي ابيض واسود، وبعد كده الدنيا اتطورت فبقت كلر، وكان فيها انواع كتير. كان بتريفير للتيرمينال او المونيتور بفيجوال ديسبلاي يونت، والدنيا اتطورت بعد كده بقى كلر جرافيك ادابتور، وبعد كده انهانسد جرافيك ادابتور، وبعد كده الدنيا اتطورت بقت فيديو جرافيك ادابتر، وبعد كده سوبر فيديو جرافيك ادابتر. طبعا الستاندر بتاع اي تي في كان بيبقى 24 لاين في 80 كاركتر. طبعا لما نيجي نقول مثلا الشاشه دي مثلا 32 بوصه، فمعناها ان الدياجونال 32 انشز، معناها ان الدياجونال 32 انشز، والانش 2.54 سنتيمتر. يبقى لو حبيت احسب البعد من الدياجونال اللي هنا، فهتلاقي ان مفترض البعد دوت بالسنتيمتر. تعرف الدياجونال من الكورنر للكورنر هي كام سنتيمتر. والستاندر هي بتكون 24 لاين، واللاين واحد بيكون فيه 80 كاركتر. طبعا ظهر انواع كتير من الديسبلاي. ابتدت بأول السي ار تي، ابتدت بالسي ار تي كاسود راي تيوب. والكاسود راي تيوب دي كان زي الشاشات بتاعت زمان، اللي هي كان بيبقى فيها كان بتبقى فيه الكترون جان، الكترون جان. والالكترون جان دوت كان بيبتدي يجنريت الكترون بيم، والالكترون بيم دي كان يحصل لها فورمينج بتو اكسس، اللي هي الواي اكسس والاكس اكسس، بحيث ان توصل في النهاية على الديسبلاي تبقى 2D، يظهر صورة 2 دايمنشن. والدنيا اتطورت بعد كده فظهر ال LCD Liquid Crystal Display، شاشات الكريستال المسال. والدنيا اتطورت اكتر فظهر ال LED اللي هي Light Emitting Diode، وطبعا ظهرت TFT اللي هي شاشات كانت قبل ال LCD بشوية، بس طبعا ما كانتش بتستخدم في المونيتور كتير. وال OLED Organic Light Emitting Diode دي ظهرت 2018، والدنيا دلوقتي شغالين في حاجة اسمها QLED Quantum Light Emitting Diode. كل الأنواع دي بتشترك إن ليها بورت واحد، بورت واحد اللي هو كان DB25 اللي هو الكابل الكبير دوت اللي كان بيبقى فيه نمبر اوف بينز، عددها 25 بين. طبعا الدنيا اتطورت بعد كده وظهر ال HDMI اللي هو الهاي ديفينيشن بورت، وده طبعا كان جوه المونيتور. وبقى فيه كونفرتر دلوقتي وصل من HDMI على ال DB25. كذلك نيجي بعد كده على الميموري، هنلاقي ان الميموري فيها اتفقنا ان فيها نوعين، فيها مين ميموري وفيها سكندري ميموري. بس ازاي افرق ما بين او ايه الكرايتيريا اللي على اساس اختار بيها الميموري؟ في حاجتين اساسيين، في حاجه اسمها الاكسس تايم. يعني ايه اكسس تايم؟ الوقت اللازم عشان هو يروح ويقرا الانبوت ويروح من الميموري ويرجع بيه تاني عشان ينفذه جوه البروجرام. الوقت ده كله اهي time required to locate and retrieve store data from the storage unit in response to program
انستراكشن ويرجع ينفذه، الوقت ده كله بنسميها الاكس تايم. والستورج كباست طبعا الساعه بتاعه المساحه التخزينيه، سواء كان بقى هارد ديسك او سي دي او دي في دي او يو اس بي فلاش، فدي كلها طبعا بتاثر في الكرايتيريا اللي اساسا اختار بيها الميموري، وكوست بير بيت اوف ستورج. يعني ايه؟ لو جبت هارد 1 تيرا بايت وجبته مثلا ب 1000 جنيه او 1024 جنيه، يبقى البيت واقف بكام؟ يبقى في الحاله دي احسب سعر البيت كوست بير بيت اوف ستورج، تكلفه البيت واقفه بكام. كذلك اليونت في ميموري بقيس الميموري بايه؟ اتفقنا ان السي بي يو بيتقاس بالهرتز، او البروسيسور بيتقاس بالهرتز، والهرتز هنا سبيد سرعه. فالهرتز دي كسبيد وصلنا ان هي بقت دلوقتي بالجيجا هرتز، بس البروسيسور بقى سبيد. انا عايز اعرف بقى الميموري الوحده المساحه التخزينيه هتتقاس بايه. اتفقنا ان الميموري عندي بيخزن البيانات في صوره 0 1، ف0 1 فبقيت انا شغال باينري. الباينري دوت بيتسجل في صوره 8 بت، 8 بت يعني 1 بايت، 8 بت 1 بايت. يبقى البايت هو عباره عن 8 بت. البت وحده، اقل وحده تخزينيه في الميموري، وهي بيخزن يا 0 يا 1، هو بيخزن يا 0 يا 1. يبقى ال 8 بتس اللي هي البايت بيخزن، كل بت بيخزن يا 0 يا 1. فلو 8 بت هيبقى 1 بايت، لو كيلو بايت هتبقى 2 باور 10 اللي هي 1024 بايت، لو ميجا بايت هتبقى 2 باور 20 اللي هي كيلو في كيلو، والجيجا بايت هتبقى 2 باور 30، والتيرا بايت اللي هي 2 باور 40. طب بعد التيرا بايت في حاجه؟ في كتير، في بيتا بايت. البيتا بايت اللي هي 2 باور 50، وبعد البيتا بايت في ده لما ناسا طلعت من سنه قالت احنا صورنا البلاك هول الثقب الاسود صور هاي ديفينيشن، فقالوا احنا لمينا 19 بيتا بايت اللي هي 1000 اللي هي 1000 تيرا. وبعد البيتا في حاجه اسمها الاكزا بايت، والاكزا بايت اللي هي 2 باور 60 بايت. وبعد الاكزا في حاجة اسمها الزيتا بايت. طبعا البشر بيتبادلوا، اللي هم 8 مليار نسمة اللي حوالين الكرة الأرضية، بيتبادلوا في اليوم الواحد 1.4 اكزا بايت. ده كان آخر إحصائية اتعملت، يوميا البشر اللي على الكرة الأرضية بيتبادلوا 1.4 اكزا بايت في اليوم الواحد، والزيتا بايت اللي في السوبر كمبيوتر اللي هي 2 باور 70 بايت. طيب انواع الميموري، اتفقنا ان احنا في عندنا نوعين، في برايمري ميموري، في سكندري ميموري، في انترنال ستورج، في اكسترنال ستورج. برايمري ميموري باختصار شديد، ليه ظهر البرايمري ميموري؟ نحكي كده قصه ايه بسيطه. اول لما عملوا البروسيسور فلقوا ان السرعه بتاعته مثلا 1 جيجا هرتز، سرعه البروسيسور 1 جيجا هرتز. 1 جيجا هرتز دي يعني بينفذ مليار عمليه في الثانيه الواحده. وجبنا الهارد ديسك درايف، هارد ديسك درايف، فهو عباره عن ميكانيكال سيستم. فالميكانيكال سيستم كان سرعه مثلا البيانات اللي فيه مثلا 20 ميجا مثلا بايت بير سكند. طبعا انا هنا بنفذ مليار عمليه في الثانيه الواحده، وانت هنا بتنقل لي 20 مليون عمليه في الثانيه الواحده. فطبعا في فرق ان مين اللي هيمشي بسرعه مين. تخيل كده واحد فلقيت ان الشخص اللي عنده 30 سنه هيبتدي يمشي بسرعه الطفل عنده سنتين عشان يقدر يمانج السرعه بتاعه الطفل. وده بالظبط اللي حصل ما بين البروسيسور وما بين الهارد ديسك. لكن عشان احل المشكله دي فبقى في بلوك في النص هنا اسمه الرام، اسمه الرام اللي هي راندوم اكسس ميموري، كان بيبفر البيانات من الهارد ديسك عشان يروح ينفذها مره واحده على البروسيسور بشكل اسرع وبسرعه اسرع طبعا من سرعه الهارد ديسك درايف.
هنا ظهر ال برايمري ميموري اللي هي الانترنال ستورج، والسكندري ميموري اللي هي الهارد ديسك درايف. برايمري ميموري طبعا كان في نوعين، كان في الرام والروم، كان في راندوم اكسس ميموري وكان في ريد اونلي ميموري. طب ايه الفرق بين الرام والروم؟ اتفقنا ان الرام بيبفر البيانات من على الهارد ديسك عشان يروح ينفذها مره واحده على البروسيسور، على عكس الروم. الروم فايدتها ان هي فيها البوتنج سيستم، ملفات السيستم اللي بتشغل الجهاز بتاع الكمبيوتر او بتشغل السيستم اللي موجود، اللي احنا بنسميها باللغه العاميه بتاعتنا بايوز، اللي هي باللغه العاميه اكتر لما تيجي تشغل جهاز الكمبيوتر وتدوس على ديليت او تدوس اف 12 فبيدخلك على شاشه زرقاء في الكمبيوترات القديمه، في الجديد بقى شغال الوان وشاشه عاديه كده، اللي هي بنسميها بيزك انبوت اوتبوت سيت اب لاي كمبيوتر. يبتدي يحدد انت هتعمل الفيرست بوت من فين، هتعمل بوتينج الاول من يو اس بي فلاش، هتعمل بوتينج من سي دي روم، هتعمل بوتينج من من هارد انترنال انت مركبه. يبقى تحدد البارامتر كلها اللي احنا بنسميها البيزك انبوت اوتبوت سيت اب، اللي هي ريد اونلي ميموري، او باللغه العاميه او بلغه الفنيين بيسموها الفلاشه بتاعه الكمبيوتر، ودي بتبقى نون فولاتايل ميموري، يعني البيانات اللي عليها ما تروحش وبتتسجل مره واحده، وانت بس جاست انت بتريد البيانات اللي عليها، مالكش الاثوريتي ان انت تكتب عليها البيانات، الا لو اتحرقت بتروح للتكنيشن الفني بيشيلها ويركبها في دايره بيرنر ويبتدي يبرن عليها البروجرام بتاعها تاني طبقا لرقم او للموديل بتاع المذر بورد اللي عندك، بتاع المذر بورد اللي انت شغال عليه، ويركبها والكمبيوتر يشتغل تاني. لكن الرام شغاله ريد ورايت باستمرار، واول لما توصل الباور البيانات اللي عليها كلها تروح. تمام، ده لما تدخلوا قسم كهرباء تفهموا ليه، لان باختصار الرام متصنعه من مكثفات، فالمكثفات اول ما بتفصل عنها الباور كلها بتسينك، يعني كلها بتنزل بتفرغ الشحنه اللي فيها توصل للجراوند، فكل البيانات اللي في الرام بتروح. لكن الروم متصنعه من حاجه اسمها فلوب، يعني مساحات تخزينيه زي الهارد ديسك كده، حاجه بتخزن بيانات عليها وبتفضل ثابته حتى لو فصلت الباور عنها. وطبعا معمليا ما حدش وصل للرقم ده، لكن هي بالحسابات حسبوها بالورقه والقلم، لقوا ان البيانات بتفضل على الهارد ديسك عامه لمده زمنيه بتصل ل 100 سنه. طبعا الكمبيوتر ما اخترعهوش من 100 سنه، فما حدش قعد ال 100 سنه عشان يتشيك المعلومه دي صح ولا لا، لكن بالورقه والقلم هم وصلوا ان هي البيانات بتفضل موجوده لحد 100 سنه. فالرام سميناها فولاتايل ميموري، يعني البيانات اللي عليها متطايره، فاول ما توصل باور البيانات ما بتبقاش موجوده. سكندري ستورج زي الهارد ديسك درايف والاتش دي دي والفلوبي ديسك، الفلوبي ديسك هنشوفه دلوقتي، والسي دي والدي في دي والفلاش درايف، ودي بنسجل عليها ايا كان نوع الانفورميشن اللي عندنا او الانستراكشن اللي عندنا، فممكن نسجلها عليها كنوع من انواع الباك اب ماتيريال. الفلوبي ديسك كان بيبقى شكله بشكل ده، بس كان فيها نوعين، كان في نوع 5.25 انش وكان في نوع 3.5 انش. 5.25 انش ده كان بيبقى موجود في الثمانينات، وكان الكباسي بتاعته كان بيبقى 360 كيلو بايت، او الهاي دينستي كان 1.2 ميجا بايت. والتلاتة ونص اللي هي الفلوبي ديسك دوت كان بيبقى من اول 1.44 ميجا بايت لحد 2.8 ميجا بايت. طبعا كان بيتكون ايه، كان الفلوبي ديسك دوت كان بيتكون من ديسك، الديسك ده اللي انت لو دخلت الجزء المعدن دوت فبتلاقي في حاجه كده زي ديسك تحت متصنع من فينايل ماتيريال، وكان بيبقى بيتكتب عليه من ناحيه واحده بس، وكان بيبقى في نوتش هنا في الجنب ان انت الزرار لو قفلته تخليها رايت بروتكتد عشان محدش يجي بالغلط يكتب على الماتيريال اللي انت كتبها على الفلوبي ديسك فالماتيريال كلها تروح. فده كان الفلوبي ديسك واختفى دلوقتي. يليها الهارد ديسك، الهارد ديسك بيبقى شكله بالشكل ده، لو حد بوظ هارد ديسك وفكه هيلاقيه بنفس الشكل دوت، في الماجنتيك ديسك وفي البن اهيت اللي بتبتدي تريد من على الديسك دوت، وطبعا بتتحرك along radius على طول الراديوس بتاع الهارد ديسك فيبتدي يقرا البيانات. طبعا الديسك ده بيلف هنا في موتور، الموتور دوت بيلف بار بي ام ريفوليوشن بير مينيت، ريفوليوشن بير مينيت معين، بحيث ان هو يبتدي يقرا البيانات اللي موجوده على الديسك دوت.
الهارد ديسك ابتدى من اول 20 ميجا بايت وابتدى يزيد بعد كده لحد ما وصل للجيجا بايت و80 جيجا و160 ووصل لحد 320 ونص تيرا و1 تيرا و2 تيرا و4 تيرا، وقريب قوي هيوصل ل1 بيتا بايت، بس يعني بياخد وقت عشان يجينا. السي دي روم او السي دي روم عامه كان بيتعامل مع كومباكت ديسك، سي دي اختصار لكومباكت ديسك ريد اونلي ميموري، وكان السي دي كان بتبقى من 650 ميجا بايت لحد 700 ميجا بايت طبقا على النوع اللي انت بتشتريه. وكان في نوعين منها، كان في نوع سي دي ار ودوت كان كومباكت ديسك ريكوردابل، يعني ممكن انت تسجل عليه بس بتسجل عليه جاست وانس، بتسجل عليه مره واحده وتبتدي تقراه في اي وقت انت عايزه. لكن كان في نوع تاني سي دي ريد ورايت ري رايتابل، ان انت كان ممكن ان انت زي اليو اس بي فلاش كده بيتمسح ويكتب عليه مره تاني، ممكن تمسحه وممكن تكتب عليه مره تاني. كان برضو في الدي في دي، الدي في دي كان اختصار لديجيتال فيرساتيليتي ديسك، وده كان شبيه بالسي دي روم بس كان بمساحه تخزينيه اكبر، فكان بيوصل لحد 4.7 جيجا بايت. وكان في نوع تاني منها كان بيوصل، في بعض الانواع بتوصل لحد 17 جيجا بايت اللي هي البلو راي، وكان ممكن ان انت تكتب على الدي في دي على الوشين على الناحيتين مش على وش واحد بس. فده طبعا كان بيدينا فيري لارج مالتي ميديا برزنتيشن وللافلام خصوصا، ويليها الفلاش درايف او الفلاش ميموري، وده كان اليو اس بي فلاش اللي موجوده مع كل الناس دلوقتي، وكانت بتبتدي من اول 2 جيجا بايت لحد 4 جيجا بايت، كانوا بيوزعوها هدايا في فتره من الفترات، و8 جيجا بايت، ودلوقتي اقل حاجه موجوده في الماركت بتبقى 16 جيجا بايت 3264. طبعا هنا بتبتدي 2 جيجا 4 جيجا مثلا 8 جيجا 16 جيجا 32 جيجا 64 جيجا 128 جيجا 256 جيجا 512 1024 اللي هي 1 تيرا، لو كتبت هنا جيجا يعني دي 1 تيرا، وعلى هذا المنوال. فده كان ثالث محاضرة في الكورس بتاعنا.